كان هنالك ولد من الأولاد العاقين، وما أكثر الأولاد العاقين. هذا كان عنده أم عجوز في بيته، والأم عندما تصير عجوز بعد في كثير من الأحيان بعد لا تتحمل، يعني حقيقة لا تتحمل، لا تطاق. فهذا يوم من الأيام بعد انتهى صبره كان يعاملها كما ذكروا بدون مراعاة أنها أم، بدون احترام مقام الأم. في يوم من الأيام بعد انتهى صبره وأخذ هذه الأم اللي ما كانت تتمكن أن تمشي، الأم اللي بعد ما تتمكن تمشي، بعد هو لازم يقوم بشؤونها، هو لازم يوكلها، هو لازم يشربها، هو لازم يسمع يتحمل. فأخذها على كتفه أو على ظهره وأخذها إلى الصحراء، راح وداها وصعدها على جبل ووضعها فوق الجبل. هذا موقف الابن تجاه أمه، خلاها حتى بعد تنتهي هناك فوق الجبل، وحش من الوحوش يجي ياكلها، طائر يجي ياكلها وتنتهي بعد. عندما كان هذا الابن ينزل من الجبل، هذه الأم اللي تواجه بمثل هذا العقوق، الله تعالى قال لنبيه موسى: اذهب إلى ذلك الجبل وانظر ماذا يجري. فموسى صلوات الله عليه دا يشاهد هذا المنظر، الابن دا ينزل من الجبل، الأم أخذت تفكر أنه ليكون أن هذا الولد عندما دا ينزل من الجبل تعثر الرجل بحجر من الأحجار فيسقط، ليكون حيوان مفترس من الحيوانات التي في هذه الصحراء تفترس هذا الولد. الابن في شنو يفكر والأم في ماذا تفكر؟ فرفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم احفظ ولدي هذا حتى يعود إلى بيته. موسى صلوات الله عليه عندما شاف هذا المنظر هواية انفعل وثارت الأحاسيس في قلبه. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا موسى إني أرحم بعبادي من رحمة هذه الأم بولدها. حقيقة هو هالشكل، هو رحمة الأم شعبة من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الرحمة منين إجت؟ كل ما يوجد من رحمة في هذه الدنيا شعبة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فحقيقة الله سبحانه وتعالى أرحم بعبيده من رحمة الأمهات بأولادهم.